السلام عليكم. السلام. تقدري تعطينا الاسم ديالك؟ سميتك؟ نعطيك السميه ديال البنيته. السميه ديال البنيته؟ عمري حليمه. عمري حليمه، شنو عندها البنيته؟ واش عندها؟ نعم. سيدي معاقه، الصبر وهي معاقه. اييه. وتسع سنين درك هذه تسع سنين دايره في واحد الجمعيه ما يعاونوني لا في الكوش لا ولا حتى في حاجه. وعيت نشكي ما كاين. وداويتيها ما داويتيهاش؟ راني واش سيدي معاقه راني نداوي راني متبعه طبيب العصب. ايوه. وذكر راها قبضت عليك وحدي ثلاث ايام وراني جبتها هنا شدوها لي فرابي في البارحه داروا لي ديك لي زوجين وديك اييه ودرك قال لك ديها للدكتور هنايا بوسيف ما كاين والو ما لقيت لا طبيب لا والو مشيتي لبوسيف ما كان لا طبيب لا ميخزانون ما كاين والو راني درك راني رديها هنا اذا ايها الدار الكرام بحال اللي كتشوف هذه الحاله ديال هذه المعاقه هذه قالت لك راها جات هنا خدات بعض العلاجات الاوليه وصيفطوها لشي واحد اختصاصي في بوسيف ولكن ما كان لا اختصاصي لا ميحزنون ها هي البنت كتموت في طريقها ها هي مسكينه كتموت معاقه شوفوا الحاله ديالها شوفوا الحاله ديالها كيفاش راه دايره يعني هذا ما يوقع حنا في مشفى الفرج مشيت تاكل الجمعيه تقول له ما كاين والو ما كاين والو ما كان هذه لا والو لا صحه ولا تطبيب ويقول له بها ما خدام والو غير في الموقف لا سيدي حنا كان الناس كيشوفوا كاع العالم مضروقه هي مسكينه كتموت مرميه في الزنقه وما كانش شكرا الشريفه السلام عليكم. السلام عليكم. اسم الكريم؟ شبيلي فاطمه. شنو اختي فاطمه عندك المشكله في فرافي في وجده؟ انا عندي مرض مزمن. ما تشوف يديك؟ التهاب المفاصل. التهاب المفاصل؟ ها انت شوفي يدي. اييه. وما عنديش باش نتهوى. ايوه. كنجي للفرافي عندي اربعه الوليدات. كنجي للفرافي كنطلب منهم غير كينعسوني هذا يوليو يخرجوني. ما عنديش باش نشري الدواء. يقول لك روحي شري الدواء. وعندك الورقه ديال الرميط؟ عندي الورقه ديال الرميط هي عندي. وكيديرولكش الدواء بها؟ ما كيديرولنيش الدواء بها. والتحاليل؟ ما كيديرو لي لا تحليل. هادو تحاليل وياكي. واه ها هما التحاليل. فوقاش هاد التحاليل خصهم يداروا؟ ها هما خصهم عدي الموعد مع الطبيب نهار ها هو قرا الموعد فين هو. اييه. عندي نهار الخميس مع هذا. ايوا. وهما هذه ملي خرجت هذا انا خرجت من السبيطار شهر. انا خرجت من السبيطار هذه شهر. وهي الطبيبه طلبت لي السكانير طلبت لي تحاليل طلبت لي باش نفوت على عينيه اذا صحه المواطن المغربي وخاصه الوجدي ما تسوى والو هنا في مدينه وجده عند فرابي انا ما كنلقى باش نشري الدواء ما كنلقاش عندي اربعه الاولاد ما كنلقاش باش نتعامل نهائيا اذا الرساله وصلت غادي نشوفوا الاخوات الاخرين باش ندير انا هاد التحليلات باش نديرهم عندي القرنيه متقوبه ديال عينيه نعس في بلاصه العينين مات انا وش بيا كيما ما درت شكرا نشوفوا الاخت اللي موراك غادي شنو اختي الام مشكل السلام عليكم الله انا يا عندي الدكتور بن حدو صيفطني ما تقولناش الاسم غير قلنا الدكتور دكتور صيفطني لفاس ها هي هادي كاتبينها لي هادي البريه الثانيه كنمشي لفاس ما كيستقبلوني ما والو هادي 11 شهر لفاس كنمشي نضيع ترونسبور كنضيع الكار كنمشي البنت تموت شحال عندها البنت عندها عام ونص عامين ونص يا ربي عامين ونص عندها البنت هذه الرقم اللي كانت في عمرها 6 شهور وانا متبعه هنايا في الفرابي ها هي الورقه ديالها ها الورقه باش كنت باش درت لها السكانير باش عرفوا لها المرض ديالها وشنو عندها في المرض قال لك عندها الريه عامي شحال 6 شهور هذه وسبع شهور انت متبعه لها هذو ما كانوا كانت عندها 6 شهور اذا عامين وانت متبعه لها عامين ومازال ما كان لها نتيجه لها غرفه راسي طالبين لها العمليه في فاس كيقولوا لي هنايا الانعاش ما كاينش على حسابها ها البريه الثانيه هذه الثانيه هذه وانا يا كان يعطيها للدكتور ونطلع بها وما كان والو وما كان والو فاس كيردوني درت راديو ب 20 فرنك قال لي توصيل ما كاينش ها هي هذا فاس نعم راديو هذا درته ب 20 فرنك وما قبلوش منك قلت له نعطيك الريسيبو تاع راميد قال لي ما مقبولش تخلص 20 ديت وربحت وتا واحد ما استقبلني قال لك 20 فرنك تخلصي في هذا الراديو اذا الرساله وصلت شكرا كنشكرك تبارك الله عليكم انت عندك مرض ديال العيادات خطير وخطير جدا يعني اللي هو مستعجل وجيتي اليوم لقيت مستعجلات البارح التحليلات اليوم جات ردوني قالوا لي حتى الاربع اذا جيتي البارح وردوا قالوا لك حتى الاربع وانت المرض ديالك هاكي وليتي صفراء يعني المرض ديالك مرض العيادات اللي هو خطير اللي خصو فيه سعي شوف ما كان والو يعني هذا حاله مستعجله وهي مرميه هنايا وقلت لي الاسم كريم شكرا لله غادي الميساجات توصل شكرا
سكانر هاد البنت شحال هادي ما كان والو. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو هو السمية ديالك لالا؟ أنا تونس مليكة. شنو المشكل اللي عندك؟ تحليلة تاع السكر ما كيديرولناش، أنا مريضة في السكر. ما يديرولكمش تحليلة ديال السكر؟ تحليلة تاع السكر ما كاينش. تاع 3 شهور ما كاينش، يديرهم بالفلوس. ما كاينش نديرو على براسي. ويعطوك الكنينة ولا ما يعطوكش؟ يعطيوني الليبرة، أنا عندي الليبرة. يعطوك الليبرة؟ وأنا عندي. بصح التحاليل ما كاينش. التحاليل ما كاينش. والله يشافيك يا شريفة. شكرا. شكون؟ أنا كان عندي واحد الأخ ديالي بحال هذا. نعم. وتوفات لي مع الوالدة وتوفات لي مع كيلو. أنا كانت عندي السمية ديالي من راس عبقا، كانت عندي واحد الوالدة ديالي واحد الأخ ديالي. نعم. كنت نجيبهم أسيدي هنا للفرابي، ما كان لا دواء لا أقوام لا حتى شي حاجة، غير الرشوة والفلوس وما كاين حتى شي حاجة، هي الحالة عاوتاني أكثرية بالليل. كنتم تشوفوا الحالة ديال الليل عاوتاني راه صعيبة هنايا عندها. وشنو واقع بالليل؟ الليل هنايا ما كانش شي صوالح اللي كيديروهم يقوموا إنسان. تقدر تقول لنا بحال شي حاجة؟ هنايا كنجيو شي مرات كنجيب الاخ ديالي باش خويا ليه غير الماء براسهم ديال الماء، يبقاو تمايا يرميوه يقول لك ما كاينش اللي يخويه ما كاينش اللي كاينه، يبقى تما تتعمر الكرش ديالو بزاف. بقينا ما كاينش حتى شي واحد اللي عنده شي. اذا الرساله وصلت، شكرا تبارك الله عليك.